على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب سبحانك، سبحان الله الملك الجليل، لا شريك له في ملكه وجلاله، سبحان الله العلي العظيم، لا منازع له في عظمته وعلوه، سبحان الله الحكم العدل، لا معارض له في حكمه وعدله، سبحان الله غافر مفرج الكرب ومذهب البأس ورافع اليأس، ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهي أنت المنعم على عبادك والمتفضل على قصادك، اللهم ما بنا من نعمة أنعمت بها علينا فهي من إحسانك، وإن خفي عنا سرها. اللهم ما أصبنا من خير فمن أفضالك، وإن غاب عنا علمها فأنت المنعم المتفضل في كل حال، وأنت صاحب الكرم والنوال، أنت الذي لا تحصى نعمه ولا نحصي ثناء عليه، فأنت أهل لكل ثناء وأحق بكل حق.